لتفاصيل أكثر حول آخر التطورات الجارية والمتعلقة بالتظاهرات في بغداد والمحافظات، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أكثر من 63 شهيدا وألاف الجرحى، يعني لماذا تتعامل الحكومة مع التظاهرات السلمية بذات السيناريو مع التظاهرات السابقة؟ يعني هو طبيعة النظام في العراق هو نظام دموي يعتمد على الميليشيات، مدعوم دوليا، هيمنة إيرانية، كل هذه تدل على أنه التعامل الاستخدام القوة النارية والمفرطة ضد المتظاهرين هذا أمر متوقع جدا، وفي ازدياد ممكن إذا ما اتسعت حجم المتظاهرات وأصبحت تهدد النظام وقلع النظام ممكن أن تكون دموية أكثر، فالدموية هي جزء من منظومة هذا النظام، جزء هذا النظام. على الرغم من ذلك أستاذ حسين، نلاحظ أن هناك زخم للتظاهرات بشكل قوي وإصرار عند المتظاهرين وعند الشعب العراقي أن يصلوا إلى مطالبهم، يصلوا إلى أهدافهم، كيف تفسر ذلك؟ هذا دليل على أنه يحملون مشروع وطني يشمل جميع العراقيين بكل أطيافهم، بكل أعمارهم، بكل قومياتهم، بكل مذاهبهم، بمعنى هؤلاء الشباب يحملون مشروعا وطنيا. يعني العراقيين متعطشين إلى المشروع الوطني بعد 2003 لأنه سأموا من الطائفية والعنصرية والعرقية والميليشياتية وإلى آخره. بعموم العراقيين متعطشين لمثل هذا المشروع، فتجد الزخم لهذه التظاهرات والمشاركة رغم التهديد، رغم القتل، رغم كل هذا، تجد هناك إقبال ومشاركة وتحدي لأنه المشروع يستحق التضحيات ويستحق هذا الأمر. حتى سيارات الإسعاف لم تسلم من رصاص القوات الحكومية. رئيس الحكومة كان يتحدث قبل يومين عن أن من حق الشعب العراقي التظاهر بسلمية، ولكن نرى قمع هذه التظاهرات مثل ما قمعت التظاهرات التي سبقتها. يعني هو أيضا أكد أنه يكون مظاهرة سلمية والحفاظ على أموال العامة والملكية العامة كذا. هو أولا يعني هذه الأموال العامة هي ما سرقت إلا من قبل الحكومة وأعضائها، لأنه ما جمعوا هذه أموال الصحة إلا من الأموال العامة. يوصون المتظاهرين بالحفاظ على السلمية على الأموال العامة وهم لا يحملون إلا العلم. استهداف الأسعاف الطبية هي جريمة ضد الإنسانية، هي تعتبر جريمة على المجتمع الدولي أن تتدخل في مثل هذه الجرائم، ولكن للأسف هناك غلط طرف دولي لما تقوم به الحكومة وميليشياتها ضد المتظاهرين. وهنا نقطة أريد أكد عليها، أنه عندما الميليشيات تقوم بالقتل والحكومة متفرجة هذا لا يعفيها من المسؤولية، لأن تصريحات السيد عادل عبد المهدي بأن القوات الحكومية ليس لها أي علاقة فيما يجري، بينما أطلقت يد الميليشيات فهذا لا يعفيها من المسؤولية على ما يجري على المتظاهرين وواضح من القتل. الذي يدير البلد طبعا بالتأكيد الحكومة هي المسؤولة الأول والأخير، لكن واضح في هذا السيناريو الأخير أنه إطلاق يد الميليشيات والقوات العراقية الأمنية ليس لها علاقة، بمعنى أنه لا يوجد أمر إصدار، لم يصدر أمر بإطلاق النار. طيب من الذي سمح لهؤلاء أن يطلقوا النار؟ من سمح لهم بحمل السلاح؟ من سمح لهم بهذه المقرات؟ من سمح لهم بالدخول في العملية السياسية وهي مجموعة أحزاب لديها ميليشيات الآن تتشكل من الحكومة؟ بمعنى أنه لا يعفى للسيد عادل عبد المهدي ولا حكومته من هذه الدماء التي صارت، حتى لو قتلتها الميليشيات أو قتلتها الجان نفسها وليس البشر. هل ألا تستوعب قيادة العملية السياسية في العراق ذلك؟ هل يجب أن يدفع العراقيون من شبابهم 30 شهيدا كل يوم حتى نصل إلى نهاية مشرقة للعراق، حتى نصل إلى نهاية للفساد ولهذا النظام الموجود حاليا؟ يعني هو نوع النظام حقيقة هذا هو النظام، ولمن يريد أن يقلع هذا النظام لا يفهم إلا لغة النار والحرب، لا يفهم إلا هذه اللغة وعليها هذه التضحيات، لا نعتبرها خسائر. المتظاهرين قدموا من التضحيات وقدموا من الشهداء، ليسوا قتلى كما يتصور بعض الآخرين يتكلمون عنها. فالتضحيات طالما هناك مشروع وطني يخدم الجميع فيستحق التضحيات، وهؤلاء إن شاء الله سيكون لهم يعني سيدخلون التاريخ من أوسع أبوابهم وبكل شرف يخلد لهم تاريخ أعمالهم، سواء كانوا من الشهداء أم من يحقق هذا النصر على هذه الحكومات الفاسدة. لكن أنه علينا أن ندرك بأن الحكومة تقتل وتقتل ثم تقتل مجرد البقاء على هذا الكرسي ومجرد البقاء على هذه السلطة، ومدعومة كل مع كل هذا القتل هو الدعم الإيراني والأميركي لهذه الحكومة، هي التي زادت من الطين بلة. رفع العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية هذا أمر يعني في تطور لافت، يعني ما كيف تفسر إصرار المتظاهرين على رفض النفوذ والتواجد الإيراني في العراق؟
وهو في تزايد مستمر. نعم، هي هذه رسالة المتظاهرين، أنه يريدون وطن مستقل صاحب إرادة. يدركون المتظاهرين والشعب العراقي يدرك بأن هناك هيمنة إيرانية. لماذا لم يذهب سفارات أخرى؟ لأن يدركون أنه إيران هي السبب وهي أس المشكلة في العراق، وهي المهيمنة، وهي من صنعت هذا السيناريو المخيف للعراق. فرفع العلم العراقي معناها أنه لا مكان لإيران في العراق، والعراق ليس لقمة سائغة في فم إيران. نعم، دعنا نتوقف في الحقيقة عند موقف الأمم المتحدة الذي قالت بأنه لا يمكن التسامح أو السماح مع الكيانات المسلحة التي تقوم بقتل المزيد من العراقيين ولا تقوم بمحاربة الفساد إلى آخره. أولا، هذا الموقف متأخر، هناك مئات الشهداء وآلاف الجرحى. ثانيا، هل هو موقف جاد بالفعل من الأمم المتحدة؟ يا سيدي، الأمم المتحدة هي أكبر داعم للحكومة العراقية وللحكومات العراقية المتعاقبة، وهي من غطت على جرائمها وسكتت عليها ومررتها. هذه الميليشيات عندما تشكلت كانت ممثل الأمم المتحدة وسابقا الممثل، يعني كلهم كانوا يتزاورون فيما بينهم ويعقدون لقاءات، بينما هي قوات غير نظامية وغير دستورية وأحزاب غير شرعية. كل هذا كان برعاية الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، ولا يعول على بياناته وتصريحاته. كان يفترض، لاحظ أنت اليوم كل هذا القتل وكل هذا الزخم الجماهيري، لا توجد دولة عظمى صرحت أو أصدرت بيانا فيما يخص العراق، بمعنى هناك أعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية المدعومة دوليا من قبل هذه الدول التي استهدفت العراق بأن افعلوا ما تشاءون ولا يصدر منا أي شيء. لماذا لا يغيب وصف المتظاهرين في الماكينة الإعلامية الحكومية بالمخربين والمندسين؟ يعني هل من المعقول أن يكون مخرب أو مندس يرفع العلم العراقي ويحمل قيمة تظاهرة سلمية أن يوصف بمخرب أو مجرم أو مندس؟ هذه الماكينة الإعلامية، يعني احنا لاحظناها بعد 2011، يعني جميع الأنظمة العربية ولكن خصوصا في العراق، ما يهمنا نتكلم عنه في العراق، يتهمون المتظاهرين بالمندسين والمخربين والملثمين وإلى آخره، بينما القتلة هم من القناصة وهم من الميليشيات وهم معروفين جدا. لا يوجد مندس في هؤلاء المتظاهرين الذي يحملون العلم العراقي. المندس هو من يتعامل مع قوى خارجية لهيمنة على العراق. المندس هو الذي يتعامل مع أعداء العراق لصالح إيران ولصالح الولايات المتحدة. هؤلاء هم المندسين وليس هؤلاء المتظاهرين مندسين. نعم، دعنا نتوقف عند أهم السيناريوهات المتوقعة منكم لهذه التظاهرات. هل تستمر؟ لأننا نتحدث عن عنف مفرط وعن قسوة شديدة من الحكومة وعن شعب أعزل، يعني متظاهرين سلميين. هل نحن باتجاه أن يتسلح هذا الشعب مثلا؟ هل نحن باتجاه أن تفهم الحكومة مطالب الشعب؟ هل نحن باتجاه أن تستمر الحكومة في عنفها ضد المتظاهرين؟ أي سيناريوهات ترجح؟ حقيقة هي عدة سيناريوهات ممكن أن تكون، لا يمكن سيناريو واحد للمشهد. نعم، العراقي. نعم، ولكن أنه لابد من القوات الأمنية، الشرفاء داخل القوات الأمنية أن يكون لها موقف، كما وقفت في سوريا ضد النظام، لابد أن يكون كما وقفت أيضا في مصر في البداية الأولى ضد حسني مبارك. لابد أن يكون موقف القوات لشرفاء القوات الأمنية مع هؤلاء المتظاهرين، وإلا هذا النظام الدموي الميليشياوي سوف يقتل ثم يقتل. وأعتقد المتظاهرين مصرين على مشروعهم الوطني الذي يراد له أن يعيش العراق تحت ظله، حتى لو خفتت المظاهرات ستعود، وفي لقاء سابق قلت ستعود بأشد وبأكثر كثافة. إذن الهدف استراتيجي لن يتنازل عنه المتظاهرين، هذا النظام دموي، يبقى العامل الدولي لابد أن ينحاز للشعب العراقي ضد هذه الطغمة لعله يكون هناك فرجا. في دقيقة واحدة، هل من استراتيجيات ممكنة ربما تتهيأ لها الظروف للمتظاهرين لكي يعني تكون مسيرة تظاهراتهم محققة لأهدافها؟ حقيقة استراتيجية الوحيدة أنه إذا لم يتحقق التظاهر المتحرك يلتزموا بالاعتصامات الثابتة حتى لا يتهم أكثر. وهنا في قضية الاعتصام ستصل الرسالة، لأنه الاعتصام ممكن أن يعطي فرصة أطول
أكثر من التظاهر. التظاهر ممكن يومين ثلاثة أربعة تخف، أما الاعتصام ممكن أن يستمر شهر أو أكثر. فأعتقد إذا ما حققت التظاهرات هدفها الرئيسي ممكن أن يلجأوا إلى الاعتصامات ويحرجوا الحكم ويحرجوا المجتمع الدولي في أن يعيد مواقفه مع الحكم نعم. العراقي. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو الأستاذ حسين السبعاوي. شكرا لك. شكرا لك.